أنا حبيت إن أنا أعرض على حضراتكم كل هذه المنجزات والإنجازات اللي إحنا بتتم من خلال هذا المشروع العملاق، وأؤكد على شيء مهم جدا: الدولة المصرية منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبي المباشر، وبترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات إن إحنا ننفذها في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال على أرض مصر، لأن في الآخر هي تنمية متكاملة بتحقق الهدف: بعمر الأرض، بخلق فرص عمل لولادنا، وبحقق استثمار، وبحقق زيادة للاقتصاد المصري، وأيضا المستثمر اللي بيجي بيكسب وبيستفيد. وهنا يمكن نقطة مهمة جدا أنا حابب أنهي بها الكلام مرة أخرى: توجيه الشكر لدولة الإمارات وكل أشقائنا في دولة الإمارات، لأن اللي قدموه، لأن هذا الموضوع مش فقط هو على قدر ضخامة المشروع فقط إن هو العائد اللي موجود، ولكن هي رسالة ثقة في دولة مصر، وإن هم شايفين تماما الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وبالتالي عندهم هذه الرغبة والثقة في ضخ هذه الكمية الكبيرة جدا من الاستثمارات في مصر، لأن عارفين كويس قوي إن سيكون لها عائد مجزي، وواثقين تماما في استقرار وثبات هذه الدولة المصرية. أخيرا أوجه كلمة للشعب المصري. أنا بشكر الشعب المصري الحقيقة على تحمله الكبير وصبره على الفترة الصعبة اللي احنا كلنا عارفينها وبنعاني منها، ولكن هذا الشعب الحقيقة أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، والأهم من كل ده إيمانه بأن هذه الدولة لازم تستمر ويكتب لها الاستقرار، فبالتالي هو حريص حرص شديد على استقرار هذه الدولة، ونتيجة لكده بيضحي وبيعاني وبيكابد وهو النهاردة في الأزمة الاقتصادية. واللي بنأمل إن شاء الله من خلال هذا المشروع وعدد آخر من المشروعات اللي هنبدأ نفتحها في الفترة الجاية، إن نقدر إن احنا نتجاوز الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنعاني منها. وأعتقد هذا المبلغ اللي احنا بنتكلم فيه 35 مليار دولار إن شاء الله في خلال شهرين من شأنهم إن هم أعتقد يعني بإذن الله هيحلوا جزء كبير، ويكون بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، وإن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة اللي احنا كنا موجودين فيها.